حتى وليتي لقيتي راسك كتهضر بالتمازيغ، انت كتقول ما كتهضر بالتمازيغ، كتهضر بها غير ما فراسك. ديالي هاد ديالي تنقولوها غير حنا في المغرب، و ما تيفهموهاش المشارقة فاش تقول له ديالي، تيبقى يتيشوف ما تيقشع والو، تجي بحال الألمانية. هو واحد الفيديو شفته ديال المرحوم طه حسين الأديب الكبير ديال مصر، كان كنظن وزير الثقافة في مصر، ومن بعد الاستقلال جمع شي وفد رسمي للمغرب واجتمعوا بمحمد الخامس الله يرحم الجميع، وملي تكلموا بون هذا طه حسين كيتكلم على هذا اللقاء وكيضحك على كلمه ديالي كان تيقولها محمد الخامس، كيهضر على شي حاجه ولا في شي حوار وكيستعمل كلمه ديالي، وطه حسين ما فهمهاش وبقى كيضحك يقول واش دابا هاد الناس نيت فعلا كيهضروا العربيه ولا كيفاش. واذا كتب المغربي بلغته فلن نستطيع نحن ان نفهم، ولا انسى عندما زرت المغرب الأقصى وكان المرحوم محمد الخامس قد استقبلني وكان يحدثني ويقول في الحديث إنه مسرور جدا، يريد أن يقول إنه مسرور جدا من موقف مصر بالقياس إلى استقلال المغرب، فكان التعبير نحن مسرورون من الموقف ديالكم أمام قضية الاستقلال، فديالكم هذه لم أفهمها إلا فيما بعد، بعد أن سألت عنها لما خرجت من عند الملك وسألت بعض إخواننا، وأظن أني سألت الأستاذ مستشارنا الثقافي في ذلك الوقت، فهو الذي فسرها لي، وكنت أتندر بها طول إقامتي في المغرب، ولا أنسى عندما بدأنا نسافر من المغرب وركبنا السفينة وتركنا المودعون، كلمتهم من بعيد فقلت لهم وجهوا التحية مني إلى البلاد ديالكم، فضحكوا وضحكنا. أنا كل البشر كاملين يعني بقوا كتتكلم ما كثرتش البال، كتقول راه كتهضر بالدارجة ولا بالعربية وراه هادشي راه عربية وراه كذا إلى آخره، ولكن ملي كتوقف عند الكلمات وكذا 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 كتولي كتشك في جنابك، كتولي كتهضر وكترد البال شنو كتقول، وبالتالي كتزيد كتشي. وهذا هو الدور ديال أنه كنحاول خلال الخدمة اللي كنديرو والتخصص الاهتمام ايضا كيف قلت باللسانيات وباشنو كيديروا مالين اللسانيات، ثم طريقه الاشتقاق، ثم الارتباط مثلا بما ان طه حسين تعجب وماشي غير هو، بل حتى اي مغربي دابا تسولو ديالي جيل بون يفكر الانسان تاعي كي غادي يدير ليها، وبقيت كنسول وكنناقش وكنحاول وافترضت غير كنفترض لانه انا ماشي متخصص، ولكن فيها واحد الكلمه من بعد الدال اللي هي الي الي هو ذاك ملي كنضربوا العود ملي كنضربوا العود باش يجيب فيك العود ديالك، إلينو إلينو هو حقي، إلي هو الحق، لا 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 بار بالضبط لا بار كيفاش نسميوها هاد الشيء، علاش المغاربة تيقول لك هذا ليلي، تيقول لك هذا ليلي هو تحوير الكلمة إلي النصيب، فوالا ملي كتقول هذا ديالي كأنك تقول هذا نصيبي، واللي بغى يهضر بالعربية والفصحى والمنقطة والمزركشة والمنبقة يبقاش يقول ديالي، يقول هذا نصيبي يا أمه ولا يا أبتاه، وها هو إن وخرج من باب واسع. المهم سي مصطفى كلمة ديالي هي ديالي ديالنا، هانت وليتي لقيتي راسك كتهضر بالتمازيغ، انت كتقول ما كتهضر بالتمازيغ، كتهضر بها غير ما فراسك، داز عليك غير البوداري، السير البوداري. وما أكثر من أمثالك وياه وياه
مع السي مصطفى قادري العارف باللسان اللسان الغربي. شكرا. لا شوف راه شوف راه بالتكرار تستقر الافكار، لان هذا اللسان الغربي راسه خصها تدخل للراس وخصهم يعرفوا انه كاين شي حاجه سميتها اللسان الغربي باش ما باقيش مذكوره في البيدق. مذكوره في البيدق اللي جا مع عبد المنعم بن علي والمهدي من اللي بثلاثة بهم واحد. أيه. اللي قال هذاك واحد الزمن بعيد، احنا في القرن 12 نهايه القرن 12 وبدايه القرن 13 باش ما باقي قلنا شي واحد اللغه البربريه ولا هذا اسيدي تنقولوا اول المزيغ وتنقولوا اللسان الغربي. حتى هاد الكلمه نديروا عليها موضوع وغادي نفسروا كل حاجه بالخشيبات على حدود العلم ديالي، وكيف تيقولوا العلماء في الاخر ملي كيسالي والله اعلم وتيقول حتى عبد الرحمن بن خلدون العلماء ولا تقول حتى ابن خلدون والله اعلم، لانه العلوم غادي وكتجدد والحقائق غادي وكتجدد، وكيساهموا الباحثين والتقاطع ديال العلوم. ملي كنقولوا التخصص، ما عمر الانسان يتحاب راسو التخصص هو يسد على راسو بنيقته. التخصص هو انك تضبط واحد العمليه، ولكن راه ضروري تستعن بعلوم اخرى مرتبطه. وفي النهايه تنقولوا والله اعلم كما يقول ابن خلدون، او نقول ولله الامر من قبل ومن بعد كما يقول الحسن اليوسي في نهايه كل مقال من تلك المقالات او تلك المحاضرات. سيدات الفضليات، سادة الافاضل، الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه مع الاستاذ الفاضل العارف باللسان الغربي سي مصطفى قادري. إلى اللقاء.